رئيس الجمهورية أشاد بالقرارات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إثراء مخرجات القمة والتأكيد على الالتزام المشترك بقضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما أشيد بالآراء القيمة والمبادرات الحكيمة التي تم التوافق عليها بشأن إثراء مخرجات قمتنا وتأكيد التزامنا المشترك والثابت بالدفاع عن قضايا أمتنا وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي جددنا كلنا بشأنها دعمنا المطلق للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود جوان 67 وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية والتي تمثل الموقف العربي الموحد إزاء قضيتنا المركزية، بالإضافة إلى اتفاقنا على تنسيق وتوحيد الجهود لمرافقة مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ودعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.